الامور دار واحد الغداء في الجمعيه على الناس اللي معاه في الجمعيه ديال الجامع ديال لبنان ضحك مع الناس عيط عليا قال لي ودي راه شي واحد شي دراري راه عطيتهم واحد 50 درهم باش يديروا كاسكرو انسان معروف حنا رشيد باقي عايش في بلادنا بسم الله الرحمن الرحيم. محمد طمطام إطار بالمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة سوسمسة، كنحضروا هذا الحفل التأبيني بعد مرور 40 يوما عن رحيل فقيدنا سيدي رشد محمد نافع، وأبهرنا ما رأيناه من تضامن بين فعاليات المجتمع المدني بهذه المنطقة بمنطقة الدرارقة التابعة لأكادير إيداوتنان ولجهات سوسمسة، كما نسأل الله عز وجل أن يرحم فقيدنا برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه، ونقدم الشكر الجزيل لفعاليات المجتمع المدني من جمعيات وحقوقيين ورجال التربية والتعليم ورجال الصحافة المتواجدين معنا في هذا الملتقى الذي سيبقى ذكرى خالدة في رحيل أخينا سيدي رشيد نافع. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. معكم عبد العزيز كستين، رئيس جمعيه تفاول الاعمال الاجتماعيه وعضو بمجلس جامعه الدرارقه والكاتب الاقليمي لفرع الجامعه الوطنيه لجمعيه اباء واولياء التلاميذ وعضو بلجنه التنظيم. كما كتعرفوا يعني اليوم حفل تأبين لاخونا وصديقنا رشيد نافع، الحضور لافت لعده يعني شخصيات محليه اقليميه وجهويه وحتى وطنيه، وهذا كيدل على الحب يعني والعمل اللي كيقوم به رشيد نافع. والميزه اللي كاينه عند رشيد نافع هو دائما يعني كيطلب يعني الغير، ما كيطلبش لراسو، وعنده الفضل في تأسيس عدة جمعيات وعدة هيئات سواء كانت محلية أو إقليمية. وبرأيي صراحة يعني السي رشيد كنقول ليه إنك يعني لن تموت ما دمنا نحن بجانبك، وكنقول يعني الأسرة ديالو الله يصبركم ولا يرزقكم الصبر.